سامح عيد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية. أرحب بك أستاذ سامح. مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. مساء النور، أهلا بك. كيف تتابع هكذا تداعيات وردود أفعال مختلفة في الداخل الفرنسي وأيضا في الخارج؟ طبعا عزائنا لأسر الضحايا وأهلهم، ونتمنى الشفاء للمرضى. حادث أليم ومفجع، وطبعا يعني رغم طبعا إدانتنا لأي أي إهانة لأي رموز دينية سواء إسلامية أو غير إسلامية، ولكن أي إرهاب غير مبرر وأي تحقيق على كراهية غير مبرر. إحنا بنتكلم الطالب الشيشاني كان 18 سنة، والنهاردة الطالب الكويتي 21 سنة، شاب صغير معلومات ضئيلة، بالتأكيد خضعوا لعمليات وعلى الكراهية بشكل كبير جدا. النهاردة المفروض المولد النبوي لنبي الرحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومفروض نحن نضرب أمثلة ونتعامل بأخلاقيات الإسلام اللي هي التسامح والمحبة، ولا وهذه الأمور تواجه بالحوار، إنما مش بالعنف قدامه بهذا الشكل. فنتكلم عن ذبح ناس مصلين داخل كنيسة، عمل بشع وعمل إجرامي لا تبرير له من أي جهة من الجهات. النقطة الثانية، المتاجرة السياسية سواء من أردوغان أو من ماكرون، واحد بيخاطب اليمين المصر في فرنسا والثاني بيخاطب عاطفة المسلمين في العالم وكأنه حامي الإسلام، هذه اللغة الغوغائية لابد أن تتوقف، لأن في النهاية اللي بيضيع ضحايا مدنيين بهذا الشكل، لأن برضه في بالتأكيد في متطرفين من الطرف الآخر وعنصريين، زي اللي هاجموا ناس بنات محجبات في برج عند برج إيفل. هذا التحريض من قبل السياسيين اللي بجروا بهذا الشكل السياسي لكسب أصوات انتخابية ويضعوا المجتمع في حدة حرب طائفية، هذا أمر بشع وغير مقبول، ولا بد أن يتسم السياسيين بالحكمة. في 16 و 15 حدثت عمليات بحث في فرنسا، 16 وعمليات إرهابية متزامنة في فرنسا، وكان أولاً في هذا التوقيت أكثر حكمة، وكان تحدث عن المتطرفين المسلمين. لأن زي ما قال الرئيس امبارح، ده لو 1 في 1000 هو كان بيتكلم عن 1% يبقى 15 مليون. افترض حتى 1 في 1000 متطرفين وهم لا يزيدوا عن ذلك بأي حال من الأحوال، لأن لو 1 في 1000 متطرفين احنا بنتكلم عن 2 مليون واحد. وما أقل من كده بكثير. فلابد أن لا يحمل الإسلام 999 من ألف وجزء مسلمين ويتمثلون أخلاق النبي الرحمة ونبي التعاطف ونبي الإسلام ونبي التسليم لله سبحانه وتعالى بكل الأمور، أننا نتحمل العبء أقل من 1 في 1000 متطرفين وإرهابيين. النقطة المهمة، لابد أن يعاقب المحرضين، أي خطاب تحريضي من أي حد مرفوض. حتى الحملة، أنا برضو للحملة يعني ربما الحملة بالمقاطعة ربما تكون سلمية، إنها فكرة إلا رسول الله تحمل في طياتها أنه خط أحمر، والأسف الشديد أن جزء من المسلمين مؤدلجين بتعاطوا مع هذه العمليات، وهذا أمر لابد أن يتصدى له الأزهر ويتصدى له المؤسسات الدينية بشكل كبير جدا، إن أي عنف مرفوض وأي شعارات فيها تحريض وفيها، لأن في النهاية زي ما قلنا إن في شباب بيستمع 18 سنة و20 سنة معلوماتهم ضعيفة ومتقدين حماسا بشكل أو بآخر يرتكب هذا التويتي هذا العمل الأحمق الإرهابي، أو هذا الشيشاني هذا العمل الأحمق الإرهابي. لابد من التوعية، واضطر للأسف الشديد شيوخ فرنسا النهاردة أن يطالبوا المسلمين بعدم الاحتفال بالمولد النبوي. شكرا جزيلا الأستاذ سامح عيد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، كنت معي هاتفيا من القاهرة.